غادي نعاود نفس الشيء اللي قلت في اول سنه، نقول باللي المولود ديال بجديه سي اون ايكيب كي جوي لا ديسونت لاني باسي، تكلاسات 13 11 لاعب تيتولاري سون بارتي، تي جو افيك دي جوار اللي كانوا دي رومبلاسون لاني باسي وراهم كيلعبوا، وعندنا 21 نقطه. التنقيط ديالنا دابا كي حطينا رجل، قلتها الاسبوع الماضي حطينا رجل في القسم الوطني الثاني، هاد الاخطاء نورمال، كاينين بريسيون كيما قلت في الاول، تي نو بو با شونج، ما تقدش واخا يدير خطأ ما تقدش تبدل، باسكو سي سا سكون، هذا هادشي اللي عندنا دوبوي ديبي دو سيزون. انا كنعاود تقريبا نفس الشيء، انا قلت بان شاك ماتش ساعه ماتش دو براج. سالتني على الجمهور، دابا انا نسالك سؤال، الجمهور ديالنا نتاع اجوردي شجعنا، دونك ليكيب اي ليماج تاع الجمهور، الجمهور اي ليماج تاع ليكيب ديالنا اجوردي. الصراحه مع الجمهور ديالنا ما كعاوناش اللي كنا كنستناوه، قالوا النهار الاول قلنا تكلمنا، قلنا في السراء وفي الضراء، حنا وني اون كريز دي ريزولتا، والجمهور ديالنا كيسبنا وكيشجع. وانا بغيت نسمع، انا بغيت غير نفهم دابا الجمهور واش ما باغي حتى شي واحد يجي يقود هذا المولود ديال وجديه، حيت دابا كاينه كريز فينونسيير وكريز نتاع الريزولتا، واو موان بعدا وحده تقاد، لان المولود ديال وجديه احنا غادي دوبو الديبي د لاني، ديبي د لاني راه حنا كنا غارقين، قلنا واحد الانسرتان مو خرجنا راسنا، ولكن دابا عاوتاني كاينه، احنا رجعنا دخلنا راسنا فيها بيدينا، حنا او نيفو دي جو. انا قلتها، قلت بلي حنا ما بقيناش نعذبوا الفرق، كنا سيرتان مومو كنعذبوا شويه الفرق او نيفو دي جو، نوصلوا الشبكه. دابا كاينه واحد الكريز تاع كريز دو ريزولتا، وكاين واحد لو دوت بدا يتانستالا حتى حنا عندنا، لان اللعابه ايفول، كاين اللي باغي، ولكن كون يا با دو كونكورونس. انا نقول لك واحد الحاجه، اكبر مشكل تاع المدرب من يكون عندك هو ان تو فوا ان جوور اي با اون فورم تو بو با شونج. ايام ويلعب باسكو تي بو با، ما عندكش الا تبليسا كتبقى تستنى. انا تعرفش كنقول للعبه ديالي بحال هادي، دوك الطباسه الطاوس عند والدينا، دوك الحركه اللي يموتوا عليهم يخافوا لا يطيح، حتى حنا اللعبه رجعنا نخافوا عليهم لا تبليسا. راه الا مشى غير واحد، مشى لنا بدر قداري كي جوي كونتر نو، مشى لنا الفيلالي بليسور، ومشى لنا نادير بليسور، شحال بقاو لنا من اللعب؟ هادو كانوا يلعبوا، شحال بقاو لنا لعب؟ وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.